نبدي وياكم المحاضرة الأولى من الكورس هذا، مادة اللابراتوري ترينينج إن شاء الله، وأسبوعيا نفس الموعد. وإذا حبيتوا بأي وقت تغيرون الموعد ترى أنا ما عندي مشكلة، ولو تالي قاعدين بالبيت. محاضرتنا اليوم عن السبيسيمين كولكشن اند بروسيسنج. طبعا خلال المحاضرة أي أحد يحب يسأل بصوت أفضل، لأن أنا الكتابة ما راح أتابعها، ما أقدر حاليا إلا أطلع من الباوربوينت. فيعني اللي يحب يسأل عادي، يعني ما عندي أي مشكلة. نبدأ بموضوع الـ Specimen Collection and هذا موضوع بالحقيقة كلش مهم. إحنا عندنا مشكلة تعرفون هسه، راح تبدون تداومون إن شاء الله، راح تشوفون مشكلة الـ Laboratory Result، أنه إحنا دائما عندنا خوف ومشكلة أنه ليكون أكو إيرور بالريزلت اوف لاب. لذلك لازم نكون اورينتد اباوت ذا سورس اوف ايرور، ذا سورسز بالحقيقه اوف ايرور، ذا تايبس اوف ايرور، زين، انترفيرنسز، كل هاي الاشياء لازم نكون اورينتد حتى يعني نكون من نعطي ديسيجن احنا نكون متاكدين. يعني انا قبل يعني يمكن هالاسبوع دا اقرا فد كتاب على كيسات عادية يعني، فمن ضمن الكيسات اكو فد لابراتوري ريزلت غريبة يعني كانت ما تهم شي ويا الكيس. فبعدين من دا القي الحل، حتى من ضمن تخيلوا هاي مال بوست جراجويت كيسز، منطي كيس كاملة الحل مالتها باتجاه، بس منطي فد لاب ريزلت بعدين بالكومنت قايل هاي اللاب ريزلت طلع بيها ايرور. لازم انت تكون حتى بهذا حتى بالامتحان، تخيلوا احنا طبعا ما نجيبها، لكن هو حتى بالامتحان ممكن يجيب بالبوست جراجويت يجيب ريزلت اللي هي ما تمشي ويا الكيس، ولازم تكون كونفيدنت حتى تقول ترى هاي الريزلت ممكن بيها ايرور. زين، شلون يكون احنا كونفيدنت حتى نعطي هيك ديسيجن ونكون يعني كلش جريئين ونقول عندنا ايرور؟ لازم يكون اورينتد اولا بالكيس وبال يعني الجنرال نوليدج، وبعدين لازم ندخل بهاي مواضيع المختبرات واللابراتوري ريزلت انترفيرنسز اند سورسز اوف ايرور. ف ذا فيرست سورس اوف ايرور، هسه راح نشوف التايبس اوف ايرور. فيرست سورس هو ريليتد تو سبيسيمين كولكشن اند بروسيسنج. اوكي، طبعا ذا لابراتوري ايرورز از او ار انيفيتابل، ذا ريت اوف ايرور لا ده موجود وبكل العالم وبكل مختبرات العالم. فإذا avoidance of error totally is impossible، ماكو شيء اسمه احنا اكو مختبر يعطينا نتيجة وعلى مدى فترة طويلة 100% بجميع الأحوال. لا، بكل مختبرات العالم there is an accepted rate of error. احنا مو نقول الايرور انيفيتابل وراح يصير ومعناها نقبل شلون ما كان باي نتائج، لا، there is an accepted rate of error globally scientifically، زين، which is ايش قد هذا الريت؟ 0.4%. اربعه من كل الف تحليل اذا طلع ايرور بيهن مقبوله ضمن الاكسبتد رينج. اوكي، اذا عبرت لا، هذا تجاوزنا وهذا صارت عندنا مشكلة. What are the types? What are the sources of these errors? We have three types, three major groups of errors اللي هي نسميها the pre-analytical errors representing 40% of total errors. We have the analytical errors representing only 20% of the total errors and post-analytical errors. زين؟ examples هسه احنا من نقول pre analytical مثل ما نقول pre hepatic و hepatic و post hepatic. من نقول pre analytical error the errors that occurs، بس احد يعني عند الصوت يمكن ما ساده، بس خليه ينتبه رجاء. زين، اكو حد بعدهم يمكن، اي رد لي صوت، خاف ناسي احد. تمام، ف we have these three groups of error، ومن الاسماء واضحه pre analytical
before the errors, before starting analysis. قبل ما نبدي نستخدم ال... اللي ما منتبه على الصوت طلاب حتى لا اضطر اطلع من الباوربوينت. زين، قبل ما نبدي الاناليسز there might be an error. ومثل منو يقدر هسه يجيب باله فد مثال انه اني الايرور موجود اصلا بالسامبل قبل ما اشتغل به. منو يعطينا اكزامبلز صوتا مو كتابه، لان حتى ما اطلع من الباوربوينت. فد اكزامبل اوف بري اناليتيكال ايرور. يلا لا حد يستحي، شكو. زين، مثلا هيموليسيس، هيمولايزد سامبل از ان اكزامبل اوف ا بري اناليتيكال ايرور. اني جايب السامبل هيمولايزد، طبعا هذا ممكن يسوي لي ايرور. ممكن رونج سامبلينج، مثلا اني رايد السيرم واستخدمت هول بلاد، رونج سامبلينج، او اسم المريض خطأ. اوكي، فبالحقيقه جنرالي سبيكينج اني كوز اوف ايرور ان ذا سامبل بيفور ستارتنج اناليسيز هذا راح نسميه بري اناليتيكال ايرور. ما معقوله احنا راح يعني نحصر كل الامثله، فحتى لو يجي بالامتحان فد شيء احنا مذاكري، انت تسوي اسسمنت وتعرف انه هذا بري اناليتيكال لو اناليتيكال. زين، ان ريسبكت تو اناليتيكال ايرور، وات ار examples، ممكن يكون error in the device بالجهاز، ممكن بالبروسيجر، وكل البروسيجر اللي مكتوبة خطأ. وأنا يعني دائما أذكر هاي المثال، مرة يعني كنت رايح يعني نقلت إلى مختبر معين وإجيت لقيت فد بروسيجرات مكتوبة وطرق يشتغلون عليها صار لها سنين، واكتشفت أنه أكو بيها error. هم دا يستخدمون في الطريقة على فد جهاز معين أو فد كت معين، وتغيرت الأجهزة وتغيرت الكتات، والكل حافظ البروسيجر نفسها القديمة. This is a source of analytical error. أوكي، ممكن هاي البايبات اللي يسحبون بيه شفتوها بالمختبرات من داومتو، أو راح إن شاء الله إذا صار داوم. زين، ممكن مشكلة مثل ما قلنا بالديفايسز. Post analytical error شنو ممكن يكون؟ ممكن مثلا بالكالكوليشن، يعني ورا ما كملت there are certain laboratory measurement required calculation equations معينة، مثلا بالليبيد بروفايل تتذكرون أنا اشتغلت HDL صح والكوليسترول صح والترايجليسرايدز كله صح والسامبل كان صح، بس من جيت أسوي المعادلة مال LDL حسبتها غلط. أوكي، فإذا this is a post analytical error، كل الخطوات صحيحة، الخطوة الأخيرة حرامات صارت خطأ. أو مثلا دا أكتب اسم المريض كتبت اسم غير مريض، this is a post analytical error. زين، ف these are examples of types of error، لازم نعرفها. زين، what are، هسه احنا بدنا نحكي طبعا باعتبار ال clinical chemistry lab راح ندخل على ال what are these specimen أو the samples that commonly seen in a clinical chemistry lab. شنو هو ال specimen اللي عادة نستخدمها؟ طبعا mainly whole blood، و from whole blood we can obtain serum أو plasma. تعرفون؟ وشنو شلون نحصل السيرم أو البلازما؟ إذا كان whole blood plus anticoagulant. زين، after centrifugation راح احصل بلازما. اذا كان لا whole blood without anticoagulant when centrifugated serum will be obtained. اوكي، فهذا الفرق. ممكن urine sample نستخدمه for in clinical chemistry lab in many conditions. ممكن fecal sample، ممكن saliva، ممكن any type of fluids، synovial fluid، spinal fluid، amniotic fluid، pleural، acetic، pericardial، كل هاي ال specimen can be collected and sent to clinical chemistry lab. The main specimen ال clinical chemistry lab شنو اللي يستلمه؟ مرة جبتها ب MCQ وهم صار اختلاف، قلت what is the most
كما السبيسيمن سيند فور كلينيكال كيمستري لاب. احنا السبيسيمن الرئيسي اكثر شيء شو نشوف؟ احنا يدزونا هون بلاد. بس شنو على شنو راح نشتغل؟ لا، from whole blood we obtain serum or plasma. بس احنا اللي نستلمه الكلينيكال كيمستري لاب، احنا نستلم whole blood نحوله الى السيرم او بلازما. اوكي، ف these are the examples of specimen that can be received by a clinical chemistry lab. فاذا نجي على بما انه قلنا الموست كومن سبيسيمن هو بلاد، فاذا هاو تو كولكت ا بلاد سامبل. زين، لازم بما انه قلنا وده نحكي احنا عن الايرورز، فاذا وي شود obtain this sample of blood scientifically without a chance of error. اوكي، راح يعتمد من السايت، من راح نشوف هسه في التفاصيل معينه، من الاسترلايزيشن هذا مهم، من حتى البيشنت. زين، we have three types of collected blood. We might have venous blood or arterial blood or capillary blood. Okay, all these types of blood can be used. The most commonly, طبعا منه اكيد تعرفون هو ال venous blood. Okay، هذا اللي شايفيه وكلكم تعرفون روتين ورك. Arterial شو وقت نستخدمه؟ Specifically for blood gas analysis. بالنسبة للكابيلاري بلاد راح نعرف هسه بالمحاضرة، راح نحكي عن الكابيلاري بلاد. غالبا منو أشهر مثال عن الكابيلاري بلاد example؟ هواي هسه من عندكم بالبيت أكيد عندهم ناس دا يستخدمون كابيلاري بلاد. زين، هذا الأكيوت شكل جهاز البوينت أوف كير يسموه تيستينج. زين، هذا كابيلاري بلاد، لا هول بلاد، العفو، لا فيناس ولا ارتيريال. احنا بدنا نسوي بريك ان ذا سكين، اوكي، ونستخدم البلاد، هذا يسموه كابيلاري بلاد. اوكي، فمثل ما قلنا الفيناس بلاد از ذا موست كومنلي تايب اوف بلاد يوزد، طبعا جنرالي ان كل المختبرات. كابيلاري بلاد مثل ما اتفقنا عليه وراح ناخذ عليه في باراجراف كامله. Arterial used for blood gas analysis. زين، طبعا هسه اذا تشوفون هذا، انا كنت سابقا صراحه يمكن حتى بالكورس الاول العام او العام ما ادخل بتفاصيل انه الفليبوتومست شو يسوي، الشخص اللي دا يسحب طبعا هذا اسمه. زين، شنو البروتكشن بس هسه شفتوا بشغله كورونا دا تشوفون شلون الجماعه اللي دا يسحبون اللي هم يسميهم فليبوتومست. زين، شي يلبسون وشي يحطون وجوههم، هذا الشيء الصحيح. زين، هذا preparation to avoid transmission of the disease. اوكي، فاعتياديا اذا ما عندنا مشكله يعني مثل هسه هاي المشكله كورونا وهاي، يعني نحتاج specific gown هذا اللي يلبسوه and gloves. But in case of high risk of infection، لا، القضيه تختلف. زين، يلبس النظارات جوجلز والجاون والجفوف، وتشوفون كل هاي الاحتياطات اللي ياخذوها. فباي ذا واي اجت يعني رغم مثبتها بالمحاضره من زمان بس كنت صراحه يعني ما اركز عليها بالمحاضره. دائما دائما هاي ات ليست وحده من المشاكل اللي يعني هوايه هوايه كنا صراحه نعاني من عندها، انه يجينا الريكوست فورم وش اسمه يابا حسين علي المريض. اوكي، وتكمل وتشتغل وبالاخير من تريد تعطي النتائج تكتشف انه انت عندك ثلاثه حسين علي. من هو هذا من عندهم حسين علي النتائج مال؟ من هو هذا؟ لا ايج مثلا، لا المكان منين انسحب له، هل هو من الطابق، من الجراحه، من الباطنيه، من الهاي، لا العمر، لا زين، فتصير المشاكل وين ورا ما يكمل الشغل وتجي تريد تنطي الريزلت. فات ليست 3 items of identification should be present in the request form. Okay, first طبعا اكيد the name، بس لازم تنطي وياه، يعني انت مجرد في medical record تكتب كلش كافي، الايج وياه هذا هم كلش
مهم، خاصة احنا اسماءنا متشابهة دائما، ويعني هاي الاسماء مكررة، ما حد يعني متشلبين بيها، احنا ما حد يغير. زين، فتشوفون هواية مشاكل من هاي، فاحنا نخلص من هالموضوع بكل بساطة انه نكتب الايج. وممكن هسه واحد يقول الايج متقارب طبعا، فنحتاج a third item for identification. زين، طبعا one of them the name with two others. هاي ايضا to avoid error اللي اتفقنا عليها. زين، هسه جينا اخذنا هاي البريبريشن وتحضرنا وجانا الريكوست بهاي الثري ايتمز اوف ايدنتيفيكيشن. شنو اللي راح نستخدمه؟ طبعا ساينتفكلي، زين، the patient should be seated or in supine position for at least 20 minutes. هاي طبعا ما تتحصل دائما، مو دائما، خاصة من يكون اكو لود، وهاي المريض اصلا يعني اذا تشوفون بالمستشفيات واقف مصلوب يمكن ساعة هو قبل ما يوصل للسرة. زين، رغم هسه شوية خفت الامور، صار اوتوميشن بالمستشفيات، بس في فترة من الفترات لا طبعا كانت مشكلة. زين، فبيشنت اما supine or at least seated for at least 20 minutes to avoid hemo concentration. زين، هذا changes من المريض واقف فترة طويلة ترى يفرق عن الشخص اللي يعني supine for 20 minutes. زين، another tip هو to avoid any inserted intravenous line. ما ممكن اني اشوف مريض حاطي لي IV fluid او كانيولا واجي استخدمها. مرات المشكلة القسم يستعجل، يستسهل الامور، زين، ويسحب فلويد ويقول لك منو يقرا منو يكتب، ما حد يدري. وبعدين وين راح نشوفها؟ نشوفها من تطلع الريزلت. شو نتوقع الريزلت غالبا؟ شو راح تكون؟ راح تكون ديليوتد، راح تكون فيري لو ريزلت ديو تو ديليوتد سامبل. يعني انا مريض معلق له فلويد نورمال سلاين، وجيت فتحت الكانيولا ما حد يدري، وسحبت طلع لي شويه بلاد وياها ودزيتها، ايش راح يطلع لي؟ دز جلوكوز، يطلع لي 20 و15. تسال على المريض يقول له لك قاعد كل شيء ما بي. زين، ف this is a source of error. تتوقعون هذا رير؟ وهاي بالنسبة لنا لا، ترى لا رير ولا هم يحزنون، هواي نشوفه من العجز يستعجل الشخص. اوكي، ف an arm with inserted intravenous line should be avoided طبعا، unless اكو فد exceptions هسه راح نشوفه. An arm with extensive scarring or hematoma should be avoided as well. ما نستخدم المريض عند هيماتوما under the skin blood collected، أو نجي نسحب from this collection. طبعا حجم النيدل وهاي هذا موجود ستاندرد من 19 ل 22، مو فد هذا فد موضوع يعني ما أعتقد يعني بالنسبة لكم مهم كلش. زين، نجي the site, the location, site of aspiration، منين نسحب احنا؟ بنحكي إذا venous راح نحكي، إذا capillary شنو؟ وإذا arterial شنو؟ أوكي، فإذا من نقول location راح تقول لي location أنت شو تريد؟ which type of blood تريد؟ venous لو arterial لو capillary، كل واحد يختلف. بما أنه المين اللي احنا قلنا venous blood، فإحنا نستخدم should be used هو ال median cubital vein. median cubital vein وين يكون هذا؟ بالالبو، يسموها انتي كيوبيتال فوسس اعتقد، اكو صوره موجوده. اوكي، هذا اولا الفين كلش واضح، near the skin large and pain is minimal at this side. احسن ما نسحب له من الهاند، more painful. زين، other size طبعا any visible vein وما عندنا مشكله، بس هنا أنا preferred يعني مو should be، لا هذا هنا preferred we prefer. حتى هو تشوفون انتوا اللي يسحب دائما متعود تشوفون وين يستخدم، شوفوا يستخدم هذا الفين، مو صحيح؟ نعم، هاي الانتي كيوبيتال فورس يسموها. زين، هذا الميديان كيوبيتال فين او اني فين ثاني بهالمكان. اوكي، دا تشوفون هاي الفين ما شاء الله، هذا من رياضي ما ادري يلعب حديد ما اعرف شلون فينز، هاي مغمض وتسحب تقدر. زين، ف this is the preferred site of venous blood collection. اوكي، نستخدم غيره ممكن؟ طبعا ممكن، نقول the preferred not mandatory. زين،
important tips, لازم نعرف بعض النقاط أنه collection of blood through cannula is allowed only بيا حالة فقط نسحب مسموح لنا من blood at the first time of insertion. فقط أول ما نخلي الكانيولا مسموح لنا نسحب بلاد من عندها. ليش أنا مرت الأخ أسوي aspiration؟ أنا خليت الكانيولا بعدني لا مخلي فلويد ولا دافع عن دراج مثلا، إذا دا أريد أنطي أفتح وأسحب البلاد وأوكي أمشي الأمور تمام. فإذا collection of blood هم أعطيكم فد قوبية شوية، يعني هذا دائما أجيب الـ MCQ بالسنوات السابقة أنا أقول collection of blood through a cannula is forbidden، ممنوع نهائيا. لا هو مو forbidden نهائيا، شنو الاكسبشن؟ الاكسبشن انه at the time first time of insertion ممكن نستثنيها، وهذا شيء منطقي يعني بالنسبه للمريض. ليش انا دا اسبب له الم اضافي اكثر؟ زين if there is an arteriovenous fistula هذا يستخدموه هذول جماعه الدياليسز ايضا should be avoid. زين اذا كان اكو infusion fluid at the arm، زين this arm should be avoided، لازم اسحب من الجهه الثانيه. اذا ما اقدر زين we can shut off the fluid for 3 minutes at least ووراها اقدر استخدم اذا مضطر. اوكي فاقدر استخدم الارم with intravenous fluid after shutting off the fluid، اقدر اوقفه وما عندي مشكله. زين وبس لازم انتبه يعني التايم لازم هذا مهم، مو من الكانيولا. الكانيولا ستول ترى بعد الفلويد بيها حتى اذا وقفت الا يعني دا اسحب فينوس اوكي فروم ذا سيم ارم وذ ان اي في فلويد، انتظر 3 دقائق راح ينتهي الموضوع. اذا مضطر immediately ايضا اقدر at the same arm but at the site distal to the site of insertion of the fluid. Okay, of infusion of fluid. اقدر اسحبه من اذا اني حاطه بالانتيكيوبيتال فورسه اقدر اسحب له من الهاند مثلا. زين بس لازم the laboratory test that are requested should not be included in the infusion solution. يعني مو اريد افحص جلوكوز واني معلق له جلوكوز ووتر او جلوكوز سلايم. دا افحص الصوديوم ودا وارد اقيس الصوديوم واني معلق له نورمال سلايم، هذا بجميع الاحوال ممنوع. زين ذيز ار يعني تيبس مهمه. هاو تو بريبير ذا سايت طبعا باي يوجوالي موستلي احنا شنو اللي نستخدم؟ نستخدم ايزو بروبانول كحول. طبعا شلون راح نستخدمه؟ تعرفون هاي فد جوز قطن فد شيء بسيط، يفضل طبعا الجوز احسن. و at a circular motion شلون انا اريد هذا السايت هنا الفين هذا خلينا نفتره واني مقرر منه راح اسوي الاسبريشن، شلون راح ابدي؟ راح ابدي بهالطريقه ها circular زين outward وها هي مو ترجع مرت 20 مرة كنا مرات نسويها including me يعني عوان نعود حتى يعني نتأكد من الموضوع. لا هي single time ها هيك وينتهي الموضوع تمام. هم اكو تيبس لازم ندوخنا الموضوع we should wait alcohol to dry. تشوفونه وراح تشوفون انتم بالمستقبل كل للاسف اللي يستخدمون شنو اللي يسوي هاي في حاله انه حط هو كحول استخدم الكحول شو يسوي؟ هو مجرد ما مسح المنطقه وحط النيدل لا هاي ما صار الفول ستيرلايزيشن ماكو هيك حكي. زين يو شود ويت الكحول تو دراي حتى اولا فور فول sterilization and another problem بالنسبة احنا دا نحكي الايرور to avoid hemolysis the presence of alcohol on the skin could lead to hemolyzed sample. زين عندنا مشكلة if the test required is alcohol itself. زين مريض ذول القضايا الشرطه ومسوي حادث سياره ودا نريد نتاكد
نريد نقيس زين الكحول او ايثانول ليفل، لا بهيج حاله ما نستخدم الايسو بروبانول. تمام، هذا فد ايضا انذر تيب. نجي فينوس اوكلوجن، ايش قد نبقى احنا حاطين التورنيكه اباف ذا بانكشر سايت؟ زين طبعا ال 10 تو 15 سي ام اباف ذا بانكشر سايت. طبعا ريرلي احنا اذا تشوفون يعني بالحالات الاعتياديه ما نطول دقيقه من نخلي التورنيكه، اكيد ما نحتاج، بس اذا الفين فيري ديفيكالت وهاي ممكن تطول. شنو المشكله احنا عندنا؟ زين برولونج اوكلوجن، برولونج فينوس اوكلوجن ليد تو تشينجز ان ماني لابراتوري ريزلتس. اذا ظلينا شادين هذا الموضوع وناسين، ومرات للعلم يسولفون وهاي وينسون، يعني اجى شده ويا ما حط التورنيكه صار موضوع وسوالف وهاي ونسى، تصير هاي. زين the significant changes in laboratory finding occurs when the duration of occlusion exceeds 3 minutes. ورا الثلاث دقائق تبدي changes تختلف. هسه راح نشوف what are these changes. طبعا واحده من الاخطاء الشائعه ايضا you should avoid pumping of the fist. ماكو تجي تقول للمريض او هو المريض مرات حتى اذا شفته انه هو دا يسوي فيستنج واي حال هذا، بس من يتبرع دم خو، مو اني انا اللي خو، مو دا يتبرع دم، هو جاي دا اسحب له الدم. اوكي، لانه هذا البامبنج اوف ذا فيست مايت، وعندنا احنا اوكلوجن لي فوق حاطين التورنيكه ليد تو مايت ليد تو سيجنيفيكانت تشينجز ان سيرم بوتاسيوم بي اتش ايونات كالسيوم فوسفيت ماني لابراتوري results. زين دائما دائما احنا منو اكثر مشكله اهم لابراتوري تيست اللي ينبهون عليه انه دير بالك ولازم without tourniquet aspiration of blood without tourniquet هو الايونايزد كالسيوم او حتى التوتال، طبعا توتال كالسيوم. زين حتى هذا returns to normal within 10 minutes after releasing the tourniquet. اذا نسينا خلينا التورنيكه واكتشفنا انه ايونايزد كالسيوم از ريكويستد، يعني ريموف ذا تورنيكا ويتنج العفو فور 10 مينتس اند اسبيريشن اوف بلاد اجين. زين انا حاط لكم جدول وراح تشوفون احنا مرات، شوفوا يعني هاي حتى كشيء على المستقبل، يعني اكو اشياء هم تنذكر بالكتب وهاي يعني يريدون اشياء الاوبتيموم. اوكي، وهذا صحيح، ما يعني ما احنا ما نريد تصير الامور هيك فوضويه، بس يعني لا نلح كلش بالموضوع. يعني انا راح اعطيكم مثال هنا، يعني احنا نقول افتر فينوس اوكلوجن، زين سيرم مثلا منو اللي نريد ناخذ منه؟ الاي اس تي. انا اريد اخذ الاي اس تي كمثال لعل التعيين. وات از ذا اكسبكتد تشينجز افتر occlusion of more than 3 minutes. زين راح يقول يا بالاي اس تي انكريز اوكي باي شقد 9.3 شقد بيرسنت، يعني مو 9.3 يونت، لا 9.3%. يعني اني اذا كان المريض مثلا الريزلت مالته اللي هي الحقيقيه الفعليه 20، اوكي، واني اجيت خليت التورنيكه وعبرت لثلاث دقائق، ايش قد راح يزيد هذا ال 20؟ ايش قد راح يوصل؟ وهي الزياده 9.3 خلينا نفترضها هسه 10%، ايش قد راح يزيد 2؟ يعني هاي ال 20 يا عالم راح تصير 22، يعني هسه هي بالحقيقه يعني هو يعتبرها سيجنيفيكنت، بس بالدايجنوسز ما راح تفرق. يعني المريض اللي 20 وطلع لي 22 شنو هسه هذا؟ ايش راح يصير؟ عنده هيباتيتس؟ اوكي، فيعني مرات اكو يعني ملحه وهاي الموضوع يجيبوه كلش بالاسئله وخابصين الدنيا بيه بس هو بالحقيقه يعني from the practical point of view، مو academic point of view، from the practical point of view it has very limited effect. مو هذا، لانه هاي percentages، كلها percentages، هاي 5% من التوتال بروتين. إذا هو 80 ايش قد راح يطلع لي؟ يطلع لي 83 82 مثلا توتال بروتين.
مو هذا الشيء اللي يخلينا يعني نخبص الدنيا بالموضوع، بس هو القضية خابصة الدنيا واحنا هم نخبصها وياكم. بس ليش دا اقول لكم from the practical point of view، بس اكاديميكلي لا انتو هاي ولا، وترى يزيد ودير بالكم و... اوكي زين. هسه عبرنا مرحلة الكولكشن، سحبنا الدم اوكي ان سرنج، هسه this blood should be transferred to a tube، مو صحيح؟ should be transferred to tube. هسه الموجودات طبعا بالعالم كله وحتى بالنسبة للعراق يعني صار سنين بالحقيقة كنا قمنا نستخدم هذا، ماكو بعد هذا plain tube ومشاكله، يسموه evacuated blood tube زين، a blood evacuated from air طبعا، وراح بدون هذا الحكي الهواية حتى اشرح لكم بالرسم اعتقد هسه نشوفه. اي ده تشوفون هذا التيوب، هذا evacuated from air طبعا اوكي، هذا موجود. وهنا شنو عندنا؟ عندنا الهولدر طبعا، يعني حتى نكون اونست احنا بال يعني بالمستشفيات عندنا ال evacuated blood tube، بس ما عندنا ما حد يجيب الهولدر اوكي. فش نستخدم؟ نستخدم سرنج، نستخدم نسحب بلاد زين، ومجرد after inserting the needle in the tube the blood will be transferred automatically، وحده هو راح يطلع زين، لانه هذا evacuated from air. لكن هو السيستم هذا كله وشنو تصميمه بالعكس، هسه راح اراويكم صوره اعتقد، انه هذا الهولدر زين with needle زين، ما نحتاج اصلا سرنج. شوف الصوره، اصلا ما نحتاج سرنج، مجرد ما when the needle is inserted the blood will be aspirated وحده، مجرد ما نخلي النيدل in the vein اوكي. ففتشي مرتب وسهل وحلو وبسيط و not يعني expensive بالحقيقه زين. تشوفون انه اكو هذا يسموها، هذا يسموه الستوبر زين، هذا بالوان، each color indicate specific type of tube حسب الاستخدامات طبعا، ما راح نقول لكم كل لون وانتم شنو يعني، هذا يعني مو كلش مطالبين به زين. بس these evacuated blood tubes some of them طبعا contains silica gel زين، بيها هنا layer of gel. شنو الفائده of the gel؟ طبعا when blood enters this tube راح يكون وين بالحقيقه؟ above the gel، مو صحيح؟ after centrifugation شنو اللي راح يصير؟ انه ال RBC will be below this layer of gel and the serum or plasma will be above this layer. اوكي فاذا صار separation between the RBC and the plasma or serum بالحقيقه، وهذا very important هسه راح نشوفه بال السلايدات الجاية شنو البنفيت. اوكي sometimes these tubes contains substance that exaggerate or accelerate clotting، هذا هم يفيدنا، مكان ما ننتظر ربع ساعة نص ساعة زين، it contains substances that accelerate clotting زين. هذا اللي يعني الشيء اللي نريده، هذا المجرد لل يعني الاطلاع اكيد يعني الكالرز، وهذا مو كلش مهم بالنسبه لكم زين، ولا هذا السلايد بس اللي يحب يطلع عليه معلومات ممكن تفيد. فاذا هسه خلصنا الفينوس بلاد فروم ذا بريبريشن لحد الايفاكيويتد تيوب، نجي على الكابيلاري بلاد ثرو طبعا which is obtained through skin puncture زين، through skin puncture. This method used for collection of capillary blood. نستخدم فد لانسيت صغيرة زين، أو at the tip mostly at the tip of the fingers نستخدمها، شايف فيها مرضى الدايابيتس والأجهزة وهاي، ونشوف أيضا وين بالأطفال دول النيونيتس زين، خو مو أقعد أنا أدور لي فين وهاي، نستخدم بال salt of these of the neonate. ايضا نستخدم الكابيلاري بلاد. طبعا التيوب شو نسموه؟ يسموه كابيلاري تيوب، كابيلاري صغير رفيع، مع الاسف ما حطيت لكم يعني صورته
راح من بالي. زين نستخدمه لانه ده احنا هنا ايش عندنا very small amount او volume of blood ما يحتاج تيوب وهاي. زين first drop should be wiped off, اول drop تنمسح ما نستخدمها, and the further blood will be collected. اوكي هاي الطريقه وين نستخدمها؟ شو وقت نستخدم skin puncture for collection of blood وش نسمي بين قوسين the capillary blood, what are the indications يعني. زين these are the indications for skin puncture, indication of capillary blood. شو تريد تقول؟ صحيح ما عندي مشكله. زين first indication مثل ما قلنا for pediatric age group. زين دول خاصة النيونات دول عمرهم أيام من يسوي لهم التوتال سيرم بالروبين مثلا. أوكي فthis is the first indication. Second severe venous damage. أوكي مريض عنده burn عند multiple injuries. أوكي فهذا ما أقدر وين أو سابقا دول خطية مرضى الرينال يعني failure chronic kidney disease و repeated dialysis و repeated venous collection فالنتيجة بعدين damaged of most veins هذا ما دا ألقي vein شو أسوي؟ فممكن أستخدم الكابيلاري blood. زين ممكن unavailable veins. زين مريض كله زين due to burn bandaged كله مضبر المريض ما أصلا ماكو أصلا vein أشوفه حتى لو الفين انتاكت وما بي مشكلة بس النتيجة انه هو باندجد ما دا اشوفه اني في خمو افتح الباندج واسحب الدم لا ممكن استعير عنه بالكابيلاري بلاد و another and the last indication هو ال point of care test وحكينا اعتقد عن ال point of care test بالمحاضرات السابقة. زين هذا وين نستخدمه for المثال الشائع هو for estimation of blood glucose هذا نستخدمه بال حتى هوم ديفايسز مو صحيح بس طبعا هذا البوينت اوف كير تيست مو بس احنا هذا اللي نعرفه بلاد جلوكوز لا بالحقيقه كلش اجهزه حديثه طلعت وده نستخدمه بهواي اشياء اكو بعض المستشفيات جابته اجهزه حتى انا مره جابوا جهاز شفته 15 تيست يقيس هذا البوينت اوف كير يعني من هاي القطره الدم الكابيلاري بلاد. زين 15 laboratory test حتى lipid profile B troponin B. اوكي طبعا بس جهاز غالي تقريبا مو مثل هذا ال blood measuring devices glucose measuring devices. ف these are the indications of skin puncture. واضح نجي على ال third and last type هو ال arterial puncture. Okay, this procedure arterial blood aspiration should be done by physician الطبيب or a specially trained technician. هاي theoretically احنا يعني منو يجازف انه يخلون يعني مثلا technician حتى لو well trained. الحقيقة يعني احنا كنا قبل احنا نسحب arterial blood sampling ما نسمح يعني لغير الطبيب يسحب arterial طبعا السبب شنو هو؟ انه الريسك احنا من عندنا venous blood هسه ما اكو مشكلة شنو اللي يريد يصير؟ occlusion of the vein وش راح يصير يعني whatever خليه يصير occlusion we have many collateral veins وينتهي الموضوع بس الارتريز لا زين occlusion of an artery for any reason شو يصير بعدين وياه؟ necrosis وischemia وغيرها gangrene والى اخره. اوكي ف because of the risk of serious complication of the procedure this procedure should be done by a physician وحتى للعلم physician should be a trained physician مو physician اذا هو ما يعرف والله لكونه physician زين لازم يتعلم ويشوفها ويعني وهسه وسائل التعلم ما اعتقد بعد صارت معقده مثل قبل، قبل نسمع او حتى اذا ما نسمع نقراها بكتاب ما شايفيها احنا. زين نجي نطبقها بالمريض المسكين اول واحد. هسه لا يعني فيديو هسه راح اعرض لكم انا فيديو
وراح تشوفه. اوكي، ذا بريفيرد سايت طبعا ان سيكونس نبدي بالراديال ارتري، هذا اللي ات ريست اللي من عنده نحسب البالس. This is the preferred for arterial. عندنا brachial artery ايضا بالانتيكيوبيتال فوسا، وين كنا نسحب الفيناس قبل شويه حكينا البراكيال ارتري هناك ايضا موجود، اور فيمورال ارتري. زين، this blood is aspirated and collected through a heparinized capillary tube. capillary هذا اللي قلنا التيوب الصغير that contain هيبارين اصلا already هو prepared ويجينا جاهز ما يحتاج نستخدم. زين، اذا ماكو ما عندنا هذا الكابيلاري ده ننقله بتيوب خاص او بالسرنجه، مرات اصلا ننقله بالسرنجه، فلازم بالبدايه we should heparinize the syringe itself، نسحب بيها هيبارين ونرجع الهيبارين مرت اللخ للفيال. ها هي صار وين بقى الهيبارين؟ بال الوول اوف ذا تيوب of the syringe. Sorry. Okay, هذا صار heparinization يعتبر. Okay. This type of blood should be or the tube should be sent immediately to the lab. هذا ما انتظر واجمع السامبل ووديه. لا. نسحب و immediately send to the lab to avoid changes in the concentration. and blood gases طبعا. اوكي، هسه راح نشوف هذا الفيديو. زين، شوف الطريقه بالبدايه الفكره حتى تفهموها. احنا شو نسمي هذا التيست؟ بيفور اسبيريشن اوف بلاد، بيفور اسبيريشن اوف بلاد ا فيري فايتال اسينشال تيست، كلينيكال تيست شود بي دان to avoid any risk of necrosis or ischemia. شنو اللي راح نسوي؟ طبعا احنا the site of collection قلنا وين the preferred هو radial artery، اللي هو وين الراديال artery هذا. اوكي، هنا radial artery. وش عندنا another artery بالنسبه للهاند؟ عندنا ulnar artery. فهنا radial وهنا ألنر. زين، احنا قلنا this is the preferred site but before aspiration of an arterial blood this test is mandatory، لازم تسوي. اللي راح نشوف شنو شي يسوي وشنو معناه. فراح نبدي بالبداية شنو نقول للمريض؟ نقول له يابا make tight fist. Just make a very tight fist for me. اوكي، يسد ايدي فد كم ثانية يبقى وراح نشوف شو نسوي احنا. Keep your fist as it is. زين، we will occlude and both relax. Arteries. زين، وراها شنو اللي سويناه؟ We released the ulnar artery. شنو اللي صار وراها؟ راح نعيده. اي، نبدي بالخطوات خطوه خطوه. First زين، مثل ما رسمنا هسه احنا we have two arteries. زين، ايش راح اقول له اني للمريض؟ make a fist strong fist. اوكي، سواها. ايش راح اسوي وراها؟ We will occlude or make a pressure on both, sorry, on both arteries. Press on each side of the wrist. Keep your fist as it is. زين. وراها شو نقول للمريض؟ Release. افتح ايدك. شوف ايش دا نشوف هسه احنا. شنو اللي صار؟ دا تشوفون؟ This pallor. شوفوا ايده شلون صارت very pale. طبعا ليش very pale؟ لانه we are occluding both arteries radial and ulnar. شنو اللي نريد نسوي احنا؟ نريد نعرف الغرض من هذا التيست انه نتاكد انه we have an intact ulnar artery.
شنو الفكرة؟ حتى لأي سبب كان إذا صار occlusion in radial artery we have the ulnar artery هذا يشتغل وتمام وما بي أي مشكلة حتى لو صار occlusion هنا زين we have the ulnar artery will supply the hand زين ويمكن ما أدري حاكي لكم أو لا مرة أنا قدام عيني شايف دا يسوون هنا فد minor surgical operation at this site زين وصار injury للراديال artery وsevere bleeding صار عندنا والشباب المقيمين فروا أنه شي يسوون زين stitching occlusion total occlusion of the radial artery شي يسوون لا عندهم vascular surgeon ولا هاي وطبعا هم كانوا ما مسوين هذا الموديفايد الين تيست بس يعني الحمد لله انه طلع المريض انتاكت ulnar artery so يعني blood supply returns to normal فاذا الهدف من الـ من الـ من التيست هو to be to ascertain that the ulnar artery is intact احنا ما نشيك الراديال ده نشيك الالنر لان احنا راح يصير شغلنا بالراديال اوكي فافتر opening of the fist ايش راح نسوي احنا راح we will release one of the hands منو من عندهن the hand that is occluding the ulnar artery sorry زين راح نشوف ورا ما فتح ايد المريض اللي راح نسويه وننتبه على اللون نشوف اللون هنا ايش دا يصير شوفوا الكلر returns to normal هسه اني اطمئنيت ulnar artery intact هسه براحتي اقدر اشتغل بالراديال artery ولو صار اكو فد ريسك واوكلوجن كلوتا صارت اني مطمئن لانه the patient has an intact ulnar artery ما راح يصير اي مشكله بالمريض تمام فهسه اخذنا capillary arterial and venous ننتقل to other subject اللي هو the types of used anticoagulants شنو اللي نستخدم احنا الانتيكواجولانتس in general for blood زين we have four major anticoagulant اللي هي خمسة هي بالحقيقة the most widely used هو الهيبارين EDTA sodium fluoride and sodium citrate كل اللي نعرفهن نعددهن وفيتشر او 1 to 2 features of each one طبعا المشهور منو عندنا انتو الهيبارين ورجاء من هسه اقول لكم يعني واحدة من الاشياء اللي شفتها هاي على مدى كم سنة من نقول عدد الانتي كواجلانت ما تكتب لي هيبارين وارفارين واسبرين ومدري منو احنا مو نحكي دراجز عندنا نقول انتي كواجلانت فور بلاد سامبل بدنا نوديه للمختبر شو اخلي له وارفارين بال 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 بالسامبل اوف بلاد يعني اذا ما يعرف الشخص احسن مما يكتب هاي الاشياء لانه ما يعرف ما كتبها راح نقول ناسيها او ما قاريها اما انه يكتب هيك جواب يعني هذا توتالي ما يدري اصلا شنو القصه زين فيعني بليز بالذات اكو فد اشياء معينه انت يمكن الطالب يقول يلا خليه اكتب اي شيء بلكت يطلع صح لا مو مرات يعني هذا يعطي انديكيتر للي يصحح انه هذا الشخص يعني عايش يعني بغير عالم ما يدري بالقصة شنو أوكي فأني هذا الجواب يعني يمكن على مدى هاي السنتين ثلاثة يمكن 50-60 مرة أنا شايفة أنه هيبارين بما أنه هيبارين فأكيد ويا وارفارين وأسبرين وبلافكس وما أعرف منه يعني الموضوع مو هنا زين ف one of the anticoagulants used in clinical chemistry lab هو الهيبارين زين طبعا استخدامه بالحقيقة قليل ترى ما نستخدمه بشكل واسع وين استخدمناه قبل شوية احنا قلنا بال arterial blood gases اوكي من ديز arterial نستخدم الهيباري طبعا المود اوف اكشن it accelerate the action of antithrombin 3 زين disadvantage طبعا high cost temporary action اوكي او certain interferences with free T3 and T4 and free T4 طبعا. زين هنا interferences with these hormones
فكل اللي هذا نحتاج نعرفه عن الهيبارين as anticoagulant. Not widely used طبعا, mechanism of action موجودة, and disadvantage of heparin. زين الثاني طبعا ال EDTA, هنا أنا هذا most widely used anticoagulant خاصة بالهيماتولوجي نستخدمه. زين ال mechanism of action, it is a chelating agent for calcium. زين it is a chelating agent for calcium, prevent calcium from action, so no clotting will occur. زين because calcium is vital, اكيد يمكن ماخذيها بالفيزيولوجي زين قبل. Calcium is a vital factor for coagulation pathway. اوكي هنا شنو اللي دي يصير عندنا, we are chelating calcium preventing its action, فاذا no coagulation will occur. What are the disadvantages of EDTA? طبعا اكيد بما انه احنا قلنا chelating agent for calcium راح نلقي false negative result, false low result of calcium, very very low calcium result. زين ايضا عندنا مشكله in with iron interferences طبعا, and with potassium. ليش؟ لانه شوفوا احنا ايش نقول, it is a dipotassium or tripotassium salt, it contains potassium. لذلك إذا أقيس البوتاسيوم in a sample with EDTA راح ألقي عالي. زين؟ While الكالسيوم will be low or very very low. تتذكرون هم يمكن حاجي لكم دائما هذا ال very very low شنو نعطي مصطلح؟ مصطلح نسميه incompatible with life. يعني واحد هسه ممكن يقول شو ما أدري يعني هو الكالسيوم يجوز هو المريض hypocalcemic. لا أنا هنا ما دا أقول, ما راح أقول لك hypocalcemia. I'll give you a result that is incompatible with life. تقول لي مستحيل هذا الحكي, لا hypocalcemia ولا ما أدري منه. يعني هسه أنا إذا أنطي result مثلا أقول لك يا أبا هاي result, ما راح أقول لك أنا المريض ال blood sample مالته contains EDTA. أنت استنتج لي شلون راح تعرف؟ راح أنطيك أنا فد كيس بسيطة وراح أقول لك يا بل ال serum potassium of this patient or plasma potassium اعطيك النورمال 3.5 to 5.3 وش اقول لك؟ اقول لك يابا ترى لقيناه 10 البوتاسيوم. الكالسيوم اللي هو النورمال 8.4 to 10.4 راح اقول لك 0.8 الكالسيوم. These results are incompatible with life. ما ممكن اكو انسان عايش والكالسيوم مالته 0.8 واحنا تخيلوا النورمال ده نقول 8.4. فذيز ريزلت ما تقولها, تقول لي لابراتوري ايرور مستحيل حتى لو ما تعرف شنو الايرور. هسه انت ما تعرف ليش, ما قاري ما منتبه, بس تقول لي هذا ايرور ما لي علاقه, ما يحتاج تبرير. تعرف الاي دي تي اي تربطه وياه اوكي, ما تعرف اكتب ايرور انت محصل جزء من الدرجه. ليش عرفنا ايرور مثل ما قلنا نعيدها incompatible with life, ماكو هيك ريزلتس مستحيله. اوكي فمرات واحد يكون كونفيدنت ترى وتشوفون وضربت لكم مثلا امثله احنا من ناخذ البيليروبين مثلا وقلنا التوتال سيرم بيليروبين لازم should equal to الدايركت بيليروبين بلس اندايركت. فاذا انا جبت لك ريزلت من نجمع الدايركت والاندايركت تطلع اكثر من التوتال سيرم بيليروبين, this is definitely a laboratory error. هاي تقولها with confident. اوكي هذا مثال. البومين بلس جلوبيولين شو يساوينا؟ يساوينا توتال سيرم بروتين. اذا اعطيتك البومين وتجمعه ويا الجلوبيولين ويطلع اعلى من التوتال سيرم بروتين, this is definitely an error. واكو امثله يعني هوايه اذا نريد نحكيها. طبعا هاي وذ اكسبيرينس واحد يتعلمها. يعني اكيد يعني هسه بايك شلون اعرف هذا الانكومباتبل وذ لايف لو لا؟ اكو لايف ثريتنينج اني ناوي ان شاء الله انزل لكم اياها يعني من كتاب مصدر. وات ار ذا الارمنج لابراتوري ريزلت لايف ثريتنينج اللي هي ابف وابف ذيز ريزلتس راح تبدي اولا فيري فيري ريسكي وممكن نوصل الى مرحله الانكومباتبل وذ لايف. ان شاء الله انزل لكم اياها مو يعني المعلومه مو امتحان يعني ما لذلك ما خليتها بالمحاضره. زين ذا ثيرد
انتي كوغولنت هو الصوديوم فلورايد، وهذا باختصار نعرف عليه شغلة واحدة، واللي هي بالحقيقة يعني شغلة اكل الدهر عليها وشرب، وبس احنا نحطها هنا لانه يذكروها. احنا وين نستخدم الصوديوم فلورايد؟ used when for a blood sample required for blood glucose estimation on a delayed time. أنا اليوم سحبت بالليل البلاد بس ما أقدر أشتغلها هسه، باكر راح أسوي زين. ونعرف إحنا blood glucose level in a whole blood sample decreases by 10 milligram per deciliter per hour، كل ساعة يقل 10. فأني تخيلوا هذا من صاحب له بالليل وللصبح ايش قد راح يطلع، وتجون يجينا هيك مرضى فعلا ورا ثاني يوم يسحب وتطلع له النتيجه 20 و30 وتبدي المشكله. ف هاو تو بريزيرف بلاد، اخلي صوديوم فلورايد. طبعا هو بلاد اوريدي ليش دا يقل؟ وات از ذا كوز اوف ديكريزينج بلاد جلوكوز ليفل وذ تايم؟ بيكوز اوف ذا بريزنس اوف ار بي سي جلايكوليسيس. زين، فش اسوي اني؟ I will block this glycolysis with sodium fluoride. Okay، هاي الفكرة الميكانيزم of sodium fluoride. طبعا هذا منه هو اللي اصلا يعني منين نجيب الصوديوم فلورايد، ويعني براكتيكلي نرجع ونقول براكتيكلي هذا بس حكي بالنسبة لنا على الاقل اللي موجود عندنا حكي ثيوري. اوكي، فمثل ما قلنا without anticoagulant blood glucose level decreases 10 milligram per deciliter per hour at طبعا 25 centigrade. And there are conditions in which this level of decrease is accelerated. مثل منو؟ إذا كان المريض newborn، إذا كان leukemic patient، accelerated decrease in blood glucose level. Okay, it can be used with other anticoagulant ايضا نقدر نستخدمه. هذا الاشياء المهمه، وعدكم طبعا بالمحاضره الباقيات يعني اقلها، احنا حكينا هنا على اللي تخص الكلينيكال كيمستري. نجي على تذكرون في بدايه المحاضره قلنا one of the pre-analytical errors، one of the causes of pre-analytical errors is the hemolysis. وتعرفون شنو سبب الهيموليسيز لولا انبهكم عليه، وراح تشوفوه حكي منطقي. اني اسميه فد ريفلكس احنا عندنا، انا شايفه هنا بالعراق بعد ما ادري بغير مكانات، انه دائما المريض يسحبون الدم بالنسبه له ويطوه المن ينطوه للريلاتيف ويقولوا له روح وديه غالبا. يعني هذا طبعا هو ما يصير. المريض هذا او الريلاتيف شنو اللي يسوي اول ما يستلم البلاد تيوب؟ انا شايفهم بعيني لا اراديا وكانما this is a reflex، راح يبدي شو يسوي؟ يحرك التيوب فيجرسلي بكل قوته. زين؟ طبعا شنو الفكره مالته؟ انه هو حتى يقول حتى لا يتخثر الدم، هو هاي الفكره مالته. زين؟ النتيجه هو شنو اللي راح يصير بعدين من يجيب لنا البلاد سامبل؟ راح نشوفه هو ما صار مجرد عباره عن شربه دم. شربت صار ما صار لا ار بي سي، كله صار عباره عن فلويد الار بي سي وخبطت ويا البلازما زين. بينما هي الطريقه شنو بالحقيقه؟ ذا تيوب شود بي ليفت ستاندينج، نعوفه على الاقل 15 دقيقه فور فول كلوتينج. اوكي، وراها نبدي اوكي براحتنا. هاي الطريقه فهنا نفد ريفلكس راح يصير هيموليسيز. هذا ون اوف ذا cause of hemolysis. زين، hemolysis شنو اللي راح يأثر لنا؟ What are the disadvantage? What are the effect of hemolysis? طبعا the intracellular substances or components of the RBC زين will be transferred to the plasma. اوكي، والنتيجة ايش راح تطلع لنا؟ false positive result. صح ولا لا؟ احنا دائما هسه هاي الارقام اللي نقول مثلا blood glucose، احنا بالحقيقه ايش نقيس بلاد جلوكوز؟ نقيسه ان سيرم. من نقول سيرم بوتاسيوم، نقيس بوتاسيوم ان سيرم، ما لنا علاقه بوتاسيوم within the RBC. بس اذا صار hemolysis of the RBC the intracellular substances will be transferred to the serum.
ومن ضمنها منو what are the higher concentration of these substances أمثلة من عندنا البوتاسيوم very high concentration intracellular compared to the serum زين very higher magnesium أيضا phosphate LDH AST زين فإذا hemolysis will lead to false increase in these laboratory results false increase اوكي زين بالنسبه للاكسترا سيلولار سبستانسز اصلا شنو اللي راح يصير يصير مايل ديليوشنال افكت مايل ديليوشن مثلا الصوديوم وات ار ذا افكت اوف هيموليسيس اون صوديوم راح نقول سلايتلي فولس لو ريزلت راح تطلع اوكي وانذر ديس ادفانتج او افكت بالنسبه للبروتين الكتروفوريسيس انذر abnormal band will be seen in the electrophoresis result. Okay, so these are the effect of hemolysis. طبعا mostly main important هو in false increase in the intracellular substances. Mainly potassium, magnesium. طبعا اللي احنا نشوفه دائما potassium لانه دائما نستخدمه بالمستشفى وبالتحاليل وبال زين فهذه ار دي ما اقدر اطول بعد كل شيء هواي وياكم زين ان ريسبكت يورين سامبلز ممكن نستخدم يورين سامبل ان كلينيكال كيمستري لاب طبعا نستخدمه وين تتذكرون بالكلينيكال كيمستري من حكينا بالنفروتيك سندرام مثلا تتذكرون قلنا نستخدمه فور ميجرينج اوف يورينري البومين اكسكريشن زين فاذا ممكن نستخدمه in clinical chemistry for measurement of albumin نستخدمه for تذكرون creatinine clearance نقيس creatinine وغيرها أو many other substances ال diagnosis of مثلا recurrent renal stone نقيس ال urinary excretion of calcium of phosphate okay فيعني شغلات general best timing طبعا هو early morning Early morning because it is the most concentrated specimen. زين. We have timed collection. مرات احنا ما نريد الراندم سامبل هذا يسموه راندم سامبل بس مرات لا احنا نريد timed collection احنا نريد نجمع اليورين over 24 hours or over 12 hours. Timed collection نسميه to calculate مثلا البومين. يعني احنا نعرف بالنفروتيك سندروم from the definition راح نقول excretion of Albumin more than 3.5 gram per day per 24 hour. زين يعني شلون راح اقدر احسبه؟ I should collect urine over 24 hours حتى اعرف. Okay, so we have random sample of urine and we have timed collection of urine sample according to the laboratory test اللي نحتاجه. What are the preserves؟ شلون نقدر نحفظ اليورين؟ زين اذا اردنا to preserve urine هذا مرات نستخدم هذا timed collection for urine يحتاج preservation يحتاج preservative sometimes we need okay طبعا الموست كمان هو الريفريجريشن هذا ممكن نستخدم الريفريجريتر ونخلي بيه اليورين ولازم شكو اكو ليبل عليه اوكي تعرفون ليش مو يجي واحد غلطان عطشان ويشوف الكاب وعباله شربت زين فنخلي ليبل اسم المريض الليبل this is a urine sample طبعا in certain condition we need acidification of urine in certain condition we need alkalinization of urine okay sometimes we add formaldehyde okay So these are the preservatives of urine, refrigeration, formaldehyde, acidification, or alkalinization. طبعا acidification used for assessment of calcium in urine, hormones, many hormones in urine. The alkalinization mainly for estimation of uric acid. هذا المطلوب بالنسبة للفيكال سامبل كل اللي نحتاجه نعرف هسه انتم
الأشياء اللابراتوري تيست فور فيكال سبيسيمين نستخدمه فور أوكالت بلاد إن ستول زين، خاصة المريض يجينا أنيميا أيرون ديفيشنسي أنيميا without an apparent cause فندزه أوكالت بلاد إن ستول نشوف أكو فد مينيمال بليدنج زين، حتى بالأولد إيج وده يجون حتى سسبشن مثلا سي أي كولون نقدر نستخدم الأوكالت بلاد إن ستول أز أ سكرينينج، خلينا نشوف إذا طلع positive further investigation is required زين. وأيضا فد استخدام شائع هسه بالجديد هو ال H pylori antigen زين، H pylori هاي هسه الدنيا مخبوصة بيها الناس كلش صار يعني استخدامها مبالغ بيه من كل المختبرات والأطباء بالنسبة لل H pylori، ف H pylori antigen أيضا نقدر نستخدمه، الناس يسموه جرثومة المعدة، فحتى من تعرفوها من يقول لك شنو يعني جرثومة المعدة، H pylori antigen عندنا antigen و antibody، antibody in the serum and antigen in urine، طبعا more diagnostic هو ال H pylori antigen، يفيدنا for diagnosis أولا وهم كمعلومة تفيدكم because of increasing rate of resistance، طبعا تعرفون triple therapy احنا نستخدم لها اوكي، يعني نعطي بروتين بامب انهبيتر بلس تو انتيبايوتيك اموكسيسيلين اند كلاريثرومايسين اور مترونيدازول زين، بيكوز اوف ذا انكريزنج ريزيستنس اف ذا سيمبتومز ريكورد، فنقدر شو نسوي افتر 5 دايز اوف ذا كورس اوف ذيس اندينج اوف ذا كورس نقدر سيندينج ذا بيشنت اجين فور اتش بايلوري حتى نعرف صار ريسبونس لو لا، يعني اذا مريض اجانا اتش بايلوري بوزيتيف وبدينا تريتمنت واجى هسه فرضا هواي يجون هو يقول لك اريد اتاكد راحت من عندي لو لا، او يقول لك انا سابقا عندي وده ترجع، شلون نتاكد؟ نقول له يابا خلص الكورس اوف تريتمنت 10 تو 14 دايز، طبعا هو تنتظر 5 دايز and send the patient again for H. pylori antigen where in stool مو ان سيرم، ان سيرم ان دزه انتيبادي ما يفيدنا بهيجي حاله اوكي، فهذا هم استخدام يعني جديد ويعني شائع تقريبا ايضا for diagnosis of H. pylori and for follow up to a certain of eradication of the bacteria زين، فهاي المفروض تطلع ثانكس اخر شيء سباينال فلويد، بالنسبه للسباينال فلويد طبعا سي اس اف يوزد فور دايجنوستس اوف ماني كونديشن اهمها تعرفون منو هو المننجايتس سب اراكنويد هيموريج اند اذر كونديشن حتى بالبراين ميتاستاسيس ان سيرتن كونديشن اوكي، بالريسبكت تو مننجايتس the expected changes is decreased spinal fluid glucose then an increase protein اتذكر اعتقد حكيت لكم اني عن ال concentration of glucose in CSF تذكرون ايش قلنا؟ قلنا 2/3 of blood glucose مو صح؟ 2/3 of blood glucose، بس طبعا حتى هاي معلومه خلوها ببالكم، يعني انا ما كاتبها حتى ما تصير كلش معقده عليكم، بس اللي يريد يبقيها بباله 2/3 of which blood glucose of glucose level of 2 hours previous، يعني انا اذا اريد اسحب scientifically اذا اريد اسحب spinal fluid و suspected meningitis انا بالعشرة الصبح عندي blood glucose مالت المريض 100 اوكي، ورا ساعتين السي اس اف جلوكوز شود بي 2/3 اوف ذا 100 اوكي، يعني هو مو immediately يعني اسحب بلاد واسحب سي اس اف والنورمال هو 2/3 اوف بلاد جلوكوز، لا بالحقيقه هو رغم احنا ما نذكرها يعني كتفاصيل انه هو 2/3 اوف بلاد جلوكوز 2 اورز previously زين، لذلك ما ننطي يعني ساينتفكلي احنا المفروض ما نقول ننطي رقم للنورمال سي اس اف
احنا نقول 2/3 اوف بلاد جلوكوز للتسهيل. طبعا ينطونهم رقم 30 60 هيجي باعتبار انه المريض نوت دايابيتيك. زين، ودائما انا اعطي هذا المثل، من اكتب مثال اقول لك يا مريض انه السي اس اف جلوكوز مالته 50، هذا ايش نعتبره نورمال لو لا؟ هو النورمال اذا نمشي على اللي كتبوه، راح تشوفوه انتم بالتحاليل بالريكوست بالريزلت، يكتب لك من 30 الى 60. زين، انا اقول لك هسه جبت لك يا 50 نورمال لو لا؟ اذا تقول لي نورمال الجواب خطا، لازم شو تجاوب؟ شو تقول لي؟ شنو انت تسالني هسه؟ اذا انا اقول لك هذا نورمال لو لا، لازم انت تجاوبني بسؤال، راح تقول لي هو البلد جلوكوز ايش قد اصلا مالته؟ حتى اكوردنج تو بلد جلوكوز اقول يابا ترى هو 2/3 السي اس اف حتى احسب. يعني مثلا اذا هو قبل ساعتين كان سالتني وقلت لك يابا 300، زين، انت راح تقول يابا هو النورمال من 1/3، طبعا من 1/3 الى 2/3، يعني ايش قد ال 1/3؟ 100. قلت 2/3 200، يعني هو المفروض من 200، من 100 الى 200، واني هسه قلت لك 50، فراح تقول لي لا والله ترى لو هذا. بس اذا قلت لك لا المريض الجلوكوز مالته 100، زين، راح تقول يا باني 1/3 الى 2/3 من 30 الى 60، معناها اذا ال 50 هنا صارت نورمال. فاذا تو افويد ميستيك، زين، دائما سي اس اف جلوكوز شود بي كومبيرد تو بلاد جلوكوز. ما نمشي هيجي عمياوي. زين، طبعا هنا نحتاج يعني very aggressive sterilization. هنا ندى نحكي احنا على CSF and CSF حتى للعلم بالنسبة لكم ترى it is not very risky procedure. زين، it is a safe procedure although it is invasive. It is invasive but not risky. اوكي، فهاي المعلومة اللي عند الناس وعند هاي يعني ترى بخاطئ، يخافون سحبه من ظهره ومات، سحبه هو اللي اصلا سحبه من ظهره هذا ومات، هو تلقيه فد ليت كيس وواصل له مننجايتس لو سبارت نوع هيمرج لو غيرها. زين، and died from the condition not from the CSF aspiration lumbar puncture نسميه. زين، فطبعا عادة نسحب 3 tubes نخليه. اوكي، first tube for chemical or serological test، يعني هذا جلوكوز وهاي وين بالفيرست تيوب، اسحب مثلا كم مل 5 مل او اخر، اخلي السكند تيوب فور مايكروبيولوجيكال تيست، ادز المايكروبيولوجي، زين، جرام ستين وكلتشر وغيرها، وثيرد ستين فور سايتولوجيكال اكزامينيشن. سو وي شود اوبتين 3 تيوبس، وي شود كولكت CSF in three tubes. First one for chemical test, second for microbiological test, third for the cytological examination. Okay. Maximum amount نقدر نسحب 20 مل بالمرة الوحدة. Okay. طبعا ما نحتاج احنا هيجي amount، بس up to 20 مل can be safely collected from the patient. Other procedures بس حتى للكتسميات، amniocentesis هو aspiration of amniotic fluid، paracentesis aspiration of fluid from أما pleural, pericardial or peritoneal cavity، كل هذا نسميه paracentesis. thoracocentesis هذا ما نستخدم المصطلح بالحقيقة، هو aspiration from pleural cavity. pericardiocentesis هو aspiration of pericardial كافيتي. هذا اللي هنا السلايد الاخير بالحقيقه حكيناه، ومجرد فد يعني ريفيو للي انحكى. طولت انا متاكد يعني عليكم، بس ان شاء الله تكون المحاضره اي هوايه يعني ربع ساعه طولنا، يلا انا توقعت اكثر. ان شاء الله تكون المحاضره عجبتكم واستفاديتوا من عندها. اللي عنده سؤال
خليه يسأل، أنا راح أوقف التسجيل أول مرة، واللي عنده أسئلة خليه يسأل.